وهذه نصائح للأبناء إذا أخذوا بها استقامت حياتهم وكانوا على رجاء العافية في الدنيا والآخرة. أطع أمك وأباك في كل ما به أمراك ما لم يكن معصية، خاطبهما بلطف وأدب، وانهض لهما إذا دخل عليك، حافظ على سمعتهما وشرفهما ومالهما وعرضهما، أكرمهما وأعطهما كل ما يطلبان، شاورهما في أعمالك وأمورك، أكثر من الدعاء والاستغفار لهما. إذا كان عندهما ضيف فاجلس بقرب الباب وراقب نظراتهما لعلهما يأمران بشيء خفية، اعمل ما يسرهما من غير أن يأمراك به، فهذا إذا أمر به قلل من شأن المسرة. لا ترفع صوتك عاليا أمامهما، ولا تقاطعهما أثناء الكلام، ولا تجادلهما في أمر. وإذا كنت على يقين مما أنت عليه فحاول أن تقنعهما بالحسنى، فإن أصر على رأيهما فلا تعاندهما ولو كان على خطأ. هذا كله إنما يتعلق بأمر الدنيا، وأما أمور الآخرة فيبين فيها الحق برفق. لا تكذب على أبويك، ولا تأخذ شيئا لم يأذنا بأخذه. لا تسافر إذا لم يأذنا لك. إذا كنت مبتلا بمعصية كالتدخين مثلا، أسأل الله العافية، فلا تفعل تلك المعصية أمامهما وإن سمح لك بذلك. لا تزعج أبويك إذا كان نائمين، وتذكر حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة حبسا في الغار، وأن أحدهما توسل إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح يخص بر أبويه، وأنهما كانا كبيرين، وكان ياتي إذا راح من رعيه بأغنامه فيحلب، ثم يأتي بالقعب يجعله على يده ويقف حتى يشرب، فتأخر مرة ثم جاء فوجدهما قد ناما، فظل قائما عندهما واللبن على يده والصبيان يتضاغون حوله حتى استيقظا. لا تزعجهما إذا كانا نائمين، ولا تفضل زوجتك ولا ولدك عليهما، ولا تلمهما إذا عمل عملا لا يعجبك، ولا تحمل عليهما بفضل عقلك، فربما أتاك الله علما وعقلا وكانا جاهلين، فربما تكلما فأضحكا الناس بكلامهما، فلا تبتئس. ولا تلمهما إذا عمل عملا لا يعجبك، ولا تضحك بحضرتهما إذا لم يكن ثمة سبب للضحك، ولا تتناول طعاما مما يليهما، ولا تمد يدك إلى الطعام قبلهما، ولا تنم ولا تضجع وهما جالسان، ولا تجلس قبله، ولا تمشي أمامه، ولا تسمه باسمه، ولا تمد رجلك أمامهما، ولا تجلس في العلو ويجلسان في السفل، ولا تمشي بجانب أبيك في الطريق بل تأخر عنه قليلا، إلا إذا كانت الطريق مخوفة فحينئذ تتقدم أنت ردءاً له وحياطة وحفظة. لب نداءهما مسرعا إذا ناداياك. لا تصاحب غير رجل بار بوالديه، وإياك وصاحب العقوق.